Success without ethics has no meaning. لو انت نجاحك ما تبناش على اخلاق يبقى ملوش معنى. بطلة الستوري بتاعت النهاردة بنت في بداية حياتها، باباها توفى وورثت عنه فلوس، فكانت عايزة تعمل انفستمنت للفلوس دي، ففكرت في حاجات كتير يعني. وبعدين بعد تفكير يعني في واحدة من صحابها عملت لها ريكومنديشن لبنك معين، قالت لها البنك ده الكاستمر كير بتاعه فظيع، الناس كيرينج جدا وبيصبروا على الواحد وبيحكوا معاه وكيرينج قوي قوي يعني. فعملت لها ريكومنديشن للبنك ده، فالبنت فعلا راحت البنك ده عشان تشوف فعلا زي ما صاحبتها قالت ولا لا. راحت فعلا ولقيت فعلا الكاستمر كير فعلا كيرينج جدا جدا جدا. الشخص اللي اتعاملت معاه شخص شاب صغير، جود لوكينج، سويت توكر، وفيري كيرينج. هو عمل لها ريكومنديشن ان هي تانفست هير موني يعني في تبع شركه انشورنس بدون دخول في تفاصيل يعني وكده. الفكرة بس ان هي خرجت من عنده ما كانتش فاهمة قوي السيستم عامل ازاي، مع الاسف خبى معلومات كتير، وان انت تخبي على حد معلومة في سيستم ده غش يعني. لازم تقول كل الشروط بحلوها ومرها يعني، انت لو ما دفعتش هيحصل لك كذا. لكن هو عمل فوكس على الحاجات الكويسة بس، وما نبهش وما بلغش ان هي لو معرفتش تدفع ايه اللي ممكن يحصل لها. وهو طبعا كيرينج وسويت توكر، ف يعني خرجت مش فاهمة اي حاجة اصلا. بس كل الفكرة ان هو بطريقته بطريقة معينة خلاها مضت بس كده، وتلاقي نفسك دخلت في موضوع وانت برضه ستيل مش فاهم قوي هو ايه اللي بيتم يعني. اللي اتقال لك عنه كلام بسيط جدا بريفلي، وتفاصيل كتير محدش قالها لك يعني. طبعا بعد ما مضت انت بس بالظبط بتمضي، بعد ما بتمضي بالظبط بتيجي مثلا تقابلك اي مشكلة في السيستم، بتفتكر بقى الاكاونتنت اللي قبلك ده ان انت هتكلمه على الواتساب او فون. طبعا في حدود يعني ايه، في حدود الذوق، مش هتكون شخص مزعج اكيد، ومش هتتصل كتير، ومش هتتصل في اوقات مش مناسبة، ومش هتزن يعني برضو اكيد. حتى لو انت كنت فعلا محتاج حاجة هتراعي كل ده، وممكن برضو تحتاج له او تسأله على حاجة او تقابلك اي مشكلة. اللي حصل ان بعد ما تعمل له طبعا فولو على انستجرام وكده، ورقم التليفون تبادلوه كده، لما كانت بتحصل اي مشكلة شكرا الشخص ده ما كانش لا بيرد على الواتساب ولا بيرد على الفون. انت بس شايفه عادي جدا عايش حياته على الفيسبوك، عايش حياته على الانستجرام، لكن اكشوالي هو ما بيردش وما بيهتمش بعد ما انت مضيت. ما تستغربش بقى لما تلاقي ان الشخص ده لو انت بقى عامله فولو على انستجرام يعني، تلاقيه مثلا بيتكرم من شركة الانشورنس دي، وبالنسبة لهم هو الامبلوي نمبر 1، وبالنسبة لهم الشخص ده بيست اتشيفر لان هو فعلا بيعرف يعمل ديلز كويس جدا. اللي حصل ان البنت بعد كام سنة حصلت لها ظروف وما عرفتش تسد الاقساط بتاعت السيستم ده. واللي حصل بقى هي برضو ما كانتش متنبهة ان ده هيخسرها يعني. فاللي حصل ان هي راحت تنهي الموضوع، اكتشفت ان هي خسرت اصلا يعني راس المال اللي كانت حاطاه في الاول، خسرت راس المال. فطبعا هي المفروض كانت بتعمل انفستمنت يعني فلوسها المفروض تزيد، لقت ان راس المال نفسه اصلا نقص اقل من نص كمان. فطبعا كانت صدمة شديدة عليها، وخصوصا ان هو ما حدش نبهها بالرولز كاملة ان انتي ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، ولو حصل كذا تتصرفي كذا، ولا حد مثلا كان بيكوميونيكيت معها كويس بحيث ينبهها ان هي اول مشكلة قابلتها ان هي مش عارفة تسدد. ما حدش نبهها ان انتي لو ما سددتيش هتخسري وكده، والا كانت مثلا لغت الموضوع او كنسلته من بدري، وكان وقتها الخسارة طبعا هتكون اقل. طبعا البنت اتكسرت جدا باللي حصل،
وفضلت يعني كل اللي عملته ان هي افتكرت طبعا الشخص ده اللي هو كان سويت توكر وكان ذوق جدا في الكلام وفي التعامل وكل حاجة، وافتكرت فعلا ان ورا الوش الذوق الجميل ده كان شخص فعلا كل همه ان هو يبقى بيست اتشيفر عن جدارة، لكن هو اكشوالي فعلا خسرها كتير واثر عليها بجد. اي حد انت تشوفه ناجح من بره مش شرط يكون هو وصل اللي هو فيه ده وايده نظيفة. الجميل انك تكون بيست اتشيفر فعلا من غير ما تأذي حد، تكون فعلا في شغلك بتفيد الناس ما بتأذيهمش وما بتدمرش عائلات. المشكلة بقى ان البنت دي والناس القريبين منهم قريبين منها حصلت لهم تروما بسبب الموضوع ده، بقوا لما يروحوا يتعاملوا في اي بنك لما بيلاقوا حد بيعرض عليهم اي نظام جديد بيرفضوا تماما، وبقت خلاص يعني مش في البنوك بس، في اي تعامل بقى في شركات الاتصالات بقى وكده، اي حد بيقول لك ده في اوفر، ده في نظام، ده في مش عارفه ايه، مش عايزين يسمعوا حاجه لان محدش بيقول المعلومه كامله، هما بيظهروا بس البوزيتيف اسبيكتس بتاعت النظام ومحدش بيقول النيجاتيف اسبيكتس بتاعته، فخلاص ما بقاش في تراست. فخلاص ما حدش خلاص بقى عايز يجرب اي حاجة جديدة ومحدش واثق في حد. فحلو قوي ان انت تكون انسان ناجح بس at the same time الناس فاكراك بالخير. يلا اشوفكوا على خير.